تحياتي لحضراتكم من جديد. هنبدأ بقى بالشابات المصريات اللي حقيقي بيثبتوا كل يوم عن يوم ان هم قادرين ينافسوا في الأسواق العالمية الحقيقة، مش السوق المحلي بس. حب أتعرف عليك. أنا اسمي إكرام سعد، البراند بتاعي اسمه كراميل، بنعمل أكسسوارز هاند ميد. أول مشاركة لينا المرة دي في معرض البازار، احنا جايين من أسوان عشان نشترك في المعرض. من أسوان. عرفتوا بقى التفاصيل ازاي وجيتوا ازاي؟ يعني أنا عايز أعرف ايه أول خطوة انتوا بدأتوها عشان تيجوا المعرض هنا. هو احنا اصلا كان معانا فكره المشروع بتاعتي ودخلت بيه في مؤسسه مسابقه، فهم اللي جابونا النهارده في المعرض عشان نتعرف على ناس اكتر. يعني طب قولي لي بقى، يعني لقيتي اي صعوبات؟ في تحديات انت شفتيها؟ ازاي قدرتي ان انت تسوقي منتجاتك؟ هل فعلا حسيتي ان المعرض بيوفر لك فرصه حقيقيه عشان تسوقي منتجاتك اكتر؟ طبعا بدانا نطلع نسوق اكتر ونتعرف على ناس اكتر ما كناش عارفينهم في اسوان غير الاونلاين. الناس بتشوف الحاجه على الحقيقه فبتبدا تتكلم معانا وتشوفنا احنا نفسنا، فبيبقى ليها ثقه اكتر من الاونلاين. يعني طيب انا عايزه اشوف المنتجات، معلش يعني. انا هتعب زملائي النهارده، انا عارفه، بس انا محتاجه اشوف الجمال بتاع منتجاتها. بصوا بقى، يعني بصوا الهويه الموجودة في شغلها اليدوي الأفريقي. أنا عايزاك أنت تتكلمي عن شغلك، يعني أكيد هتتكلمي عنه أحسن مني بكتير. دي حلقان إحنا عملناها، دي حلقان نحاس كلها جولد بليدت، الألوان اللي فيها دي يدوي برضو، دي عاملينها تصميمات أفريقي، وبنعمل منها برضو بروش أو بنعمل منها خواتم وسلاسل عقاد. في حاجات زي كده اللي هناك دي برضو الكردان النوبي، بس معمول بطريقة تاني. عاملين بقى حاجات تاني مختلفة حاجات عشان شايفة عيد الأم بقى المرة دي. شايفة حاجات مكتوب فيها أمي، دي انسيال مكتوب عليه أمي، وعاملين برضو التصميمات اللي هناك دي كلاسيك شوية عشان عيد الأم. يا إكرام أنا بشكرك جدا، ميرسي. حقيقة على نفس يعني المكان اللي احنا فيه، فيه حاجة بقى لطيفة جدا، إعادة تصنيع الخامات من جديد. ازاي بقى الكلام ده بيتم؟ اتعرف عليك. أنا آية خطاب برضو من أسوان. احنا اسوان فيها غنيه جدا بالنخيل وفيها نخيل كتير، ففيها مخلفات، نسبه المخلفات منها كتير، فالمزارعين بيتخلصوا منها بطرق بتلوث البيئه وبتضرها، فاحنا كنا جزء بسيط شويه ان احنا بنعمل ريسايكل لصوبات النخل وبعد كده اعاده تصنيع لصوبات النخل. لصوبات النخل. طيب الكلام ده بياخد معاكي وقت قد ايه؟ يعني لا. مثلا شنطه زي دي صغيره دي بتاخد معاكي وقت قد ايه؟ لا هي بتاخد معايا وقت علشان كل تفاصيلها هاند ميد يعني، وكمان ان الداية بياخد، يعني هو بتشتغل على خطين تصنيع. الاول حاجة الخامة دي العرجون ان احنا بنعمل لها ريسايكل وكده، وبعد كده الغزلة بتاعتها، بعد كده الخياطة كلها يدوي، والباترون بتاع الشنطة بياخد وقت والتصميم وكده. ربنا يوفقكم. ربنا يخليك. شكرا.